وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك وأنك فرعه وأنك لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك، كل شيء تشوفه بنفسك حلو يعجبك، فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، واحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا قوة إلا بالله. أبوك أصلك، كل خصلة بيك حلوة رجعها لمن؟ كل خصلة طيبة بيك رجعها لأبيك، يعني أنت كريم ويعجبك الكرم بداخلك، قول هاي أخذتها من والدي الله يرحمه، لو الله يحفظه، لو الله يشفيه. خصلة الرحمة، قول أخذتها من والدي جزاه الله خير والدي. الناس شت مضحك بخصلة زينة، قول هاي من الوالد الله يحفظه، يو الله يرحمه، يو الله يمن عليه بالعافية. لا تنسب لنفسك، قول هاي بركات الوالد، وبركات الوالد هم من نعم الله تعالى علينا. أنا خادمكم الآن على المنبر، أكثر شيء أفتخر به خدمة الحسين، وبكل صراحة هاي الخدمة خذتها من والدي ومن والدتي، لأن يعني والدي خادم الحسين ووالدتي خادمة الحسين، عشانكم صدق يعني الآن، والدي من طفولته يخدم الحسين، وكل احنا تعلمنا الخدمة منه، وهكذا والدتي تخدم الحسين وتعلمنا منها، كون نعترف بذلك. ونشكرهم على ذلك. أقول هذا الكلام مو قاعد أسوي رياء قدامك وكذا، لا أريد أبري ذمتي، يعني الإمام مثل ما يقول حاول أسوي، يقول اعترف هذا بركات والديك، أنا ما اعترف أمام الملأ حتى بكت الله رب العالمين يرحمنا على قصورنا وتقصيرنا.